أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من أعداد البلاد اليوم. سنناقش في البلاد اليوم الراهن الوطني على جميع الأصعدة، مواضيع تخص المواطن في حياته المتعددة في جوانبها. إذن في شقين من البلاد اليوم، سنتحدث في الشق الأول حول المضاربة غير المشروعة بقوت البسطاء، كما قال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري الإعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية، تحدث بإسهاب حول هذا الموضوع ورأى بأنه هناك أيادي تريد أن تخلط الأوراق، تريد أن تمس بقوت الجزائريين. كما قال رئيس الجمهورية، قد لا يكون 30 سنة سجنا في حق هؤلاء المضاربين غير كافي رغم تشديد العقوبات، لأن الأمر يتعلق بقوت البسطاء بقوت الجزائريين. فالجزائر تبذل جهودا كبيرة لمحاربة هذه المضاربة غير المشروعة، الأمر أصبح بادي للعيان من خلال المضاربة حتى في الفاصوليا والعدس في عز فصل الصيف. كان من المنتظر، كان مترقب، كان من المعقول وإن كان غير معقول أن تكون بعض الزيادات في فصل الشتاء، ولكن أن يتعلق الأمر بمواد تخص المواطن وهي تقوم الجزائر باستيرادها وكذلك إنتاجها محليا، أن تكون المضاربة فيها بأسعار خيالية. تصوروا أن الحمص والعدس والفاصوليا تجاوزت 400 دينار جزائري في فصل الصيف، وهو يطرح أكثر من سؤال، تساؤل كبير: ما موقع التجار الجزائريين من هذا الموضوع؟ هل الأمر يتعلق ببارونات متخصصة في هذه المضاربة، أم أن الأمر يعدو لا يكون أو لا يعدو أن يكون إلا ممارسات غير مواطنة من طرف التجار؟ سنستقرئ الأمر مشاهدينا الكرام مع أهل الاختصاص، مع الشركاء الاجتماعيين المتخصصين في التجارة. يحضر معنا الأستاذ عصام بدريسي، وهو مدير الديوان والأمين الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين. مساء الخير سيد الكريم. مساء النور والنور، تحية لك ولكل عمال مشاهدي قناة البلاد. نشكرك أنت كذلك على تلبية الدعوة سيد الكريم. تابعت كما تابع الجزائريون كلهم يعني كلمة رئيس الجمهورية في رده على أسئلة حول هذه المضاربة. يعني رئيس الجمهورية وصف الأمر على أنه هناك حرب مستهدفة على الجزائريين، على قوت الجزائريين من خلال المضاربة. كيف تتصور أنتم هذا الواقع؟ حقيقة نحن كنا منذ مدة نتكلم عن المضاربة ونحذر من المضاربة، وأكدنا أن حتى التجار كذلك هم ضحية لهذه المضاربة. نحن من الأوائل في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذين نادينا بتشديد العقوبات على المضاربين، لأن التاجر هو كذلك ضحية لهؤلاء المضاربين. للأسف كلكم يعلمون، نحن لنوضح أولا للرأي العام وللمستهلك وللمواطنين أن التاجر لديه هامش ربح معين ربما يضمن قوته وقوت عائلته، وهو ربح مشروع. لما تكون هناك مضاربة سيكون هناك ركود في القطاع التجاري. لماذا؟ لأن انخفاض الأسعار يزيد من الاستهلاك ويزيد من أرباح التجار، والعكس صحيح. ربما كلما ارتفعت الأسعار زيد ربما تنقص الاستهلاك وينقص العمل التجاري، وبالتالي تنقص أرباح التجار. وبالتالي نحن نطرح سؤال آخر: من المستفيد من ارتفاع الأسعار؟ هؤلاء المضاربين ربما الذين لديهم ربما خلفيات أخرى. نحن لاحظنا مؤخرا أنه كانت فيه خلفيات أخرى للمضاربة، أخذت أبعاد ربما دنيئة، تحاول أن تزعزع استقرار الوطن وأمنه من خلال ضرب القوت المواطن البسيط، من خلال كذلك استهداف المطالب الشرعية المهنيين. حدوا المحاور وحدوا الأمور. يعني أنتم تعرفوا يعني تيقن لديكم في الاتحاد أن الأمر ماهوش تجارة، الأمر ماهوش هذا السيد ما حبش يربح. أكيد. هل الأمر هذا دبر بليل؟ أليس كذلك؟ أكيد. نحن أكدنا مرارا وتكرارا وقلنا ومن هذا البلاط ومن نقاط أخرى وفي كل مناسبات نؤكد أن المضاربة لديها أبعاد أخرى، هي ربما أصحاب مال فاسد محتكرين، عصابة وأذناب العصابة يحاولون الاستثمار في المياه العكرة، يحاولون ككل مرة ضرب استقرار الوطن من خلال استهداف قوت المواطن البسيط وبالتالي استقرار الجبهة الاجتماعية من خلال رفع الأسعار، من خلال خلق الندرة عن طريق الإشاعات. شتوها حتى ربما في أزمة كورونا أكسجين، شتوها مؤخرا في الموز، شتوها في البصل، وشفناها مرارا وتكرارا في المواد المدعمة. كنا نلاحظ أن المواد المدعمة
كانت تحتكر وكانت تهرب للأسف عن طريق التهريب المقنن. للأسف كان هناك شيء آخر، ربما نوع من البيروقراطية، نوع من التقاعس في القاعدة. نحن لاحظنا إرادة سياسية قوية للسلطات العمومية وللسيد رئيس الجمهورية، ككل مرة فيه الكثير من الإجراءات قد اتخذت لحماية القدرة الشرائية للمواطن، منها زيادة الأجور، منحة البطالة، إعفاءات جبائية، دعم للمستثمرين وغيرها، ولكن ككل مرة يأتي هؤلاء المضاربين يأخذون تلك الأموال من المواطن البسيط بطريق عن طريق المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار. رانا خلصنا من قضية تاع مواد المدعمة الحمد لله، يعني من قبل رمضان الأمور استقرت، يعني ما كاش دوك متجر ما فيش الحليب، المواطن يتبع إذا كان يكذبني. الزيت موجود في كل مكان، السميد ما كاش يشري فوق 100,000، يعني 14,000. كل المواد المنعمة يعني موجودة في المحلة التجارية في بعد الضرب بيد من حديد. أكيد سنأتي له، ولكن لماذا اليوم استهداف هذه المادة، العدس والفاصوليا وغيرها، لماذا؟ كيف تقرأوا أنتم؟ للأسف ربما فيه خلفيات لهذه الأمور، أنت أكدتها وأكدتها السيد رئيس الجمهورية وقد قالها في عز الصيف. نرى ارتفاع في أسعار البقوليات وهذا شيء غير معقول، البقوليات تستهلك في فصل الشتاء للأسف، ولكن هؤلاء المحتكرين هؤلاء المضاربين استغلوا قرار الدولة بمنح الحصرية للويسي دول وطني الحبوب من أجل استيراد هذه المادة، وكان للأسف احتكار من طرفهم. ونحن أكدنا أن هؤلاء المحتكرين دائما يقومون يلعبون على الأوتار، يصلون بالمال الفاسد إلى ربما حتى شراء الدمام مثل ما قال السيد رئيس الجمهورية، ونحن نأكد الشيء هذا لأنه الإجراءات المتخذة اليوم من طرف الديوان الوطني للحبوب غير كافية، لأنه لاحظنا 120 نقطة ولكن هذه المادة غير متوفرة، مع الرغم من أن هناك بيع مباشر في هذه النقاط للمواطن العادي، ولكن لاحظنا ارتفاع الديوان. ما هو مهام الديوان الوطني للحبوب؟ هو ضبط الأسعار وكذلك إغراق السوق، وبالإضافة لهذا المتابعة. الدولة لما أعطت حصرية استيراد الحبوب أو البقول الجافة للديوان الوطني للحبوب كان الهدف هو الحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك دعم المنتوج الوطني في هذه الشعبة وكذلك توفير الأمن الغذائي، ولكن لاحظنا العكس. هذا الشيء أكد محدودية الديوان الوطني للحبوب في التحكم في الأمور. وبالتالي نعم. حتى نحدد المفاهيم برك، يعني لأنه المواطن يتبع، احنا نقولوا المضاربة، هذا مصطلح مضاربة زندكدوها لأنها غير مشروعة، لأنه مضاربة في الإسلام عندها قوانينها، ولكن غير مشروعة هذه اللي عقب عليها القانون. السيد الكريم المواطن اللي يتبع تقول له التجار، وعصام بدريسي ممثل تاع اتحاد الوطني للتجار الحرفيين، ما يعرف شكون هو المضاربين. لو كنت فسرنا شكون هاد الناس اللي ضاربوا، انتم التجار كنتوا خاطينا، شكون اللي يدير في المشكل هذا؟ المضاربين هم اصحاب مال فاسد، دخلاء القطاع التجاري لا تتوفر فيهم لا صفه التاجر ولا صفه المنتج ولا شيء من ذلك القبيل، ليس لديهم لا سجل تجاري ولا بطاقه شكارة. نعم اصحاب المال فاسد، أصحاب المال الفاسد، أذناب العصابة، بل العصابة بحد ذاتها تريد أن تستثمر المال الفاسد في تعكير صفو المواطن البسيط وكذلك الأهداف دنيئة أخرى وخبيثة ربما. رئيس الجمهورية قال قال ندير أنا ويخرجوني. نعم ونحن نؤكدها تريد أن تغير تلك الإنجازات، أن تحطم تلك الإنجازات المحققة. اليوم السيد الرئيس قد أكد أن 75% من تعهدات والالتزامات الرئاسية قد تجسدت ونحن نؤكدها. اليوم لاحظتم أن القدرة الشرائية قد تحسنت بالإجراءات المتخذة في زيادة الأجور وغيرها، بالإضافة إلى أن الأسعار قد استقرت نوعا ما، ولاحظنا اليوم نحن كمواطنين عاديين نلاحظ أن 2000 دينار ربما للمواطن البسيط كيفي وكيفك يستطيع أن يشتري بها 10 كيلو سميد، 2 لتر زيت، 2 لتر حليب، باكي قهوة، باكي سكر، 4 كيلو بطاطا، ويشتري بها أمور أخرى، وبالتالي ربما أصبح هناك استقرار في الأسعار ضمن القدرة الشرائية للمواطن. يقولوا أحسن خطة للدفاع هي الهجوم. نحن نعرف هذا المضاربين شفناهم في الموز وصلوا 70,000 كي دار طاحت عليهم الدولة بالقوانينها يعني بدرت سنتها القانونية وبالسجن وفق القانون هبط 28 و30,000. شفناها في السكر وإلى غير ذلك. اليوم يطلعوا لنا راحوا لنا العدس وراحوا الحمص وغيرها. وين راكم انتوما كتجار كاتحاد كنقابة كشريك اجتماعي باش تديروا الهجوم المضاد؟ احنا جايين مثلا ندخل مدرسي الكراسة ويدير دوك ب 3,000 4,000 خذوا يا صاحبي وصلوا ب 15,000، أين أنتم؟ نعم نحن في الصفوف الأولى. دائما اليوم هناك وعي للتاجر أنه يبلغ على هؤلاء المضاربين وللمستهلك كذلك، ونحن في تنسيق مستمر مع وزارة التجارة، مع مصالح الأمن، مع كل الفاعلين، كل الوزارات والإدارات ذات الصلة بهذا القطاع. نحن دائما نحارب هؤلاء المضاربين، والتاجر الشريف التاجر النزيه لا يشتري عند هؤلاء المضاربين. ليكون في علمك أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين
قام بعمليات تحسيسية، عمليات توعوية لكل التجار من أجل العمل بالفاتورة، ولكن يبقى كذلك أن يكون بالمقابل هناك عمل موازي من طرف الإدارة. لابد من العمل الاستشرافي، لابد من العمل الاستباقي. ما حدث في المبردات الهوائية، الكل كان يعلم بلي في حرارة، ولكن وزارة التجارة تحركت متأخرا نوعا ما، كذلك حتى في البقوليات. ولكن نحن نريد أن نرقي عمل الرقابة، نريد أن نعزز العلاقة بين المنتج والمتعامل والمستهلك والتاجر والإدارة. ما لاحظتموه مؤخرا، الرقابة عن طريق وسائل الإعلام عن طريق الكاميرا أدت إلى ربما نصف تلك العمل الذي قمنا به مؤخرا بالتنسيق مع وزارة التجارة. كلكم يعلم في الخمس سنوات الأخيرة كان المراقب يخرج، مدير التجارة تخرج، والمحلات تبقى مفتوحة. ولكن لما لاحظ التجار في التلفاز أنه فيه رقابة تخوفوا، لأن التاجر هو الحلقة الأخيرة، والمشكل كلكم يعلم هو الفوترة. والفوترة كلكم يعرف أن التحدي تاع الاقتصاد الجزائري هو الفوترة. الفوترة إذا أردنا الفوترة ما نروحش الحلقة الأخيرة، نروح للمنتج، نروح للمستورد، نروح للموزع وغيرها. ليشوف الحي، يروح للسوبرات تاع الحي، لما يدخل يقول له أعطيني كيلو تاع حمص، يقول له ب 45 ولا ب 40 ألف، هو ما يعرفش المضارب. يعرف التاجر عصام اللي عنده سوبرات يبيع له ب 40000، قلنا عليه المواطن باللي شكون هو المضارب. اكيد نحن قلنا ان التاجر هو الحلقه الاخيره وهو ضحيه هؤلاء المضاربين، وبالتالي ككل مره يتم مسح الموس في التاجر البسيط وهو حلقه ضعيفه مثله مثل المستهلك، لان الكثير من الدخلاء الذين يقومون بخلق الندرة ثم احتكار السوق بأموالهم الفاسدة. التاجر هنا بين المتر قوسين دام، يا إما يشتري السلع بأموال السوق المحتكر، وإما ما يبيعش هذه المواد، وبالتالي هو بين المتر قوسين دام، بين ما يوفرش هذه المواد للتاجر للمستهلك عفوا، أو أنه ما يبيعهاش ويكون تحت طائرة الرقابة، لأنه لازم يوفر خدمة عمومية للمستهلك. وبالتالي احنا أردنا أن نقضي على مثل هذه السلوكيات أولا، ثم على مثل هذه المشاكل وتقاذفتهم. قلنا أننا مستعدين لمرافقة الحكومة ومرافقة الدولة، ونذهب معهم بعيدا تسقيفها ومشرب. نحن مستعدين كنقابة إلى تسقيف تسقيفها ومشرب، نعم حل ربما من خلاله يمكن. ويقول لك أنا العرض والطالب على تسقف للأسعار، يقول لك أنا حقيقة العرض والطالب، ولكن احنا من باب الوطنية قلنا أنه من باب الوطنية، من باب حماية القدرة الشرائية المواطن، أن نأكد حاجة مهمة هي العلاقة الوطيدة وعلاقة الثقة الموجودة بين المستهلك والتاجر الذي يجب أن نحافظ عليها، لأن أهداف المضاربين، أهداف المحتكرين الدنيئة هي تفكيك تلك العلاقة التي الاجتماعية والروابط الاجتماعية الموجودة بين فئات المجتمع، والتي تعد أساسية وضرورية لبناء اقتصاد قوي في الجزائر الجديدة التي نصب إليها جميعا. نحن نروح أكثر من هذا، أسعار مرجعية لابد أن نطبقها، الفوترة كذلك لابد أن تبدأ من الهرم ثم نهبط للقاعدة، كذلك شيء آخر، لما لا نروح لتجربة أخرى، ندير السعر الأخير للبيع اللي يروح المستهلك في 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 واجهة السلعة، وهذا حدث في المشروبات الغازية ونجح. جيتني البيت القاصد وراح نعطي لك هذا السؤال وهذا المثال قبل ما تكلموا. المضاربة مرفوضة قانونا أخلاقا شرعا غير ذلك، ما كاش يقبل هذا باش يضارب في قوت الجزائريين مضاربين، يعني مطبق عليهم القانون. ولكن سيد الكريم، هل قارورة نتاع الماء اللي دير 3000 يبيعها ب 5000، هذا المضارب ولا التاجر؟ هذا تاجر، ولكن المشكل هنا أن كل التجار اشتروا تلك القارورة من منتج أو من سمسار واحد أو اثنين، هناك اتفاق أفقي، لتعلم ألا تعلم أن هناك اتفاق أفقي بين ليلة وضحاها ترتفع الأسعار في عبر على المستوى الوطني. هؤلاء المحتكرين عن طريق الهاتف يقومون برفع الأسعار. لا، المنتج يخرجها بسعره، يخرجها ب 25 يبيعها التاجر ب 3000، والتاجر يبيعها ب 7000 5000، يقول لك كونجلي نبيعها لك ب 5000 وتكون بارده شويه نقصها بروده ب 4000. احنا هنا لا نتكلم على السلوكيات المنعزله، وهي في كل قطاع، هؤلاء لا ندافع عنهم. وانا لما اتكلم عن العامه، حوالي 99% من التجار شرفاء نزهاء مخلصين أكيد. هذه المهنه من الانبياء والرسل، نحن خير خلف لخير سلف. انا ناكد ان من الشهداء كذلك الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اللي مثلنا اليوم، هو اتحاد عريق رقابي تاسس في 13 سنة. لا 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 مقاربه اتحاد التجار، نعم قرار تاع المدخل. نحن لا ندافع عن هؤلاء، ولكن نحن قوه اقتراح، لسنا قوه رقابه، ولكن نحن في تنسيق مباشر مع الرقابه، نريد ان نصل الى صفر مخالفه من اجل اخلقت العمل التجاري، اخلقت
ترشيد الاستهلاك، عقلنت الاسعار، وكذلك اخلقت حتى العمل الاداري، فيه بيروقراطيه كذلك في القاعده، فيه اراده سياسيه قويه، فيه توجيهات كل مره نراها قرارات جريئه من طرف سياده الجمهوريه، ولكن في الميدان لا حياه لم تنادي. نحن نقابه نقول ايدينا ممدوده للدوله للمستهلك، ونحن هنا رحنا بعيد، قلنا لما لا تلك قوه الماء، شيء بسيط جدا نضع ثمنها الحقيقي والنهائي في القانون. وعلىها المكيفات الهوائيه كانوا يبيعوا 14 مليون، كي درنا حصص وخرجت وزاره التجاره ضربوا بيد حديد يبيع فيه ب 5 مليون 6 مليون، اين انتم؟ العكس العكس العكس، كانوا كلهم شراو، كانوا كلهم شراو. لما دخلتوا روطان، للاسف دخلتوا روطان، كان الحراره كان عندها 15 يوم والحراره خلاص، الناس كاع شرات، وانت تعلم شيء اخر ان المكيف الهوائي يشد 10 سنين. شكون اللي كان زايد؟ شكون اللي كان زايد؟ المضارب ولا التاجر؟ الدخلاء والمحتكرين. نعطيك شيء وقائع اخرى، وقائع اخرى انه الكثير من التجار اكدوا لنا انه لما يروح يشري هذه السلعه يعطيها له بالبيع المشروط، تدي معها تليفزيون، تدي معها حاجه اخرى، انت ما يديش يبلغ. المشكله هنا لما يبلغ منين يشري المره الجايه؟ منين راح يشري؟ فيه فوضى في القطاع التجاري، ولكن انا ما نحملش المسؤوليه للوزير الحالي او غيره، وانما هي تراكمات 20 سنه، لابد ان تتضافر الجهود ونعمل سويا. لفاتمات عصام، نعم. خلينا نتكلموا شويه، الدخول المدرسي على الابواب، واش حابين ديروا للمواطن الزبون اللي 11 مليون راح يقراوا في الكراس وفي الاقلام وغير ذلك، واش ديروا؟ أنا نتفائل بهذه السنة أن يكون دخول اجتماعي ودخول مدرسي هادئ، لأنه كما تعلم الدخول الاجتماعي نصفه والدخول المدرسي صح. ونجاحه فيه عمل استباقي قام به السيد وزير التجارة الوافد الجديد للوزارة، وهو مشكور في مجهودات كانت العام اللي فات من طرف مصالح وزارة التجارة والوزير السابق وغيرها. الأمور اليوم أخذت بطريقة استشرافية استباقية، السيد وزير كان ذا لقاء مع كل مستوردي ومنتجي المواد المدرسية، الوفرة موجودة، رخص الاستيراد تم تسليمها، السلع موجودة، المخازن ما زالت مملوءة بالأدوات المدرسية، وكذلك بالإضافة إلى المعارض اللي راح تكون 72 معرض وتظاهر على مستوى 58 ولاية، وكذلك معارض جهوية في وهران في العاصمة بصفاقس وفي قسنطينة لبيع المواد ومستلزمات المواد الدراسية والدخول المدرسي بأسعار مباشرة وأسعار منخفضة. كل الذين يشاركون فيها القاسم المشترك بينهم هو تخفيض الأسعار. نحن كنقابة كتجار جملة تجزئة ومتعاملين اقتصاديين نشارك في هذه المعارض من باب الوطنية والتضامن والتكافل الاجتماعي. الهدف المشترك والقاسم المشترك هو تخفيض الأسعار والبيع المباشر لحماية وضمان القدرة الشرائية للمواطن البسيط والأولياء التلاميذ. سيدي الكريم، ربما تلاحظ معي فيه يعني مفارقات في التجارة في الجزائر، رغم أنه حرارة الجو، رغم مثلا الحرارة اللي كاينة، ورغم شح الأمطار في مختلف الأوقات، وكنا خايفون من المواد الفلاحية تكون أسعارها مرتفعة، ولكن شفنا العكس. كيف تقرأ هذه المقاربة؟ الوفرة المحصول هي وسخانة كاينة وش تمطحش منين جات الوفرة؟ ولكن فيها الوفرة، فيها عمل جبار يقوم به إخوة الفلاحين. اليوم بطاطا راهي تدير 3500، اليوم بصله يدير 3500، ولكن هذا الشيء اللي لازم نحضروا عليه كذلك. لابد ان نتكلم عن الايجابيات في السوق، في امور لابد ان لا تبقى السلبيات فقط او لا نركز على السلبيات. نحن قلنا لنبتعد عن الشعبويه، لابد من العمل، لابد من العمل بصمت لنصل الى نتائج حقيقيه، لانه اذا اردنا ان ننجح لابد ان تتضاف الجهود، ولكن نعمل بصمت. لاحظت ربما مؤخرا في موقع التواصل الاجتماعي ذلك الشاب بشار الذي فاجأ الجميع وتحصل على 2 مليون مشاهد في ساعة، مثل تلك السلوكيات، مثل تلك الإيجابيات لابد أن نركز عليها لنزرع ذلك السلوك وذلك الوعي في التجار والمواطنين. لابد أن لا نركز على السلبيات. احنا نأكد شيء، أنه الوفرة هي التي تقضي على الندرة وكذلك تؤدي إلى انخفاض الأسعار. رحنا بعيد في البقوليات، خلينا نرجع البقوليات. لماذا يكون لا ما كانش عليها طالب يا أستاذ عيسى؟ البقوليات ما كانش عليها طالب وراحت 40 ألف، لماذا؟ قلنا أنه الاحتكار، احتكار والمضاربة والندرة، والذين يستثمرون أصحاب المال الفاسد وعصابة يستثمرون، وهي مؤامرة كما قال السيد وزير. احنا أكدنا أنها مؤامرة. أنا نعطيك شيء آخر، مقاربة اتحاد التجار اللي نخدم عليها منذ 5 سنوات منذ الحراك المبارك الأصيل في 2019، أننا اليوم أمام معركة اقتصادية، الحروب أصبحت حروب غذائية، حروب صحية، لا بد أن ننجح في هذه المعركة الاقتصادية. نقول للشباب من التجار أن محاربة المضاربة، محاربة الاحتكار، محاربة التحارب الضريبي والتهريب واجب وطني. نحاول أن نزرع الروح الوطنية في الشباب، لأننا أمام معركة اقتصادية لابد أن ننتصر فيها. أجدادنا ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الاستقلال، اليوم لابد أن نضحي نحن كذلك في هذه المعركة الاقتصادية، لأن حتى التجار 2 مليون فاصل 2 تاجر
ربما مناصب شغل لابد هم عمود في قليل الاقتصاد الوطني. هل تتصور أن يكون فيه اقتصاد بدون تجار؟ لا. وأنا نأكد شيء آخر، أنك كل مرة نأكد أن عدد التجار مقارنة بعدد السكان منخفض جدا. نحن مستعدون أن تكون هناك منافسة أن نرفع عدد التجار إلى 5 مليون، وهي مناصب شغل، كل واحد يوفر منصب شغل عندنا حوالي 10 ملايين شغل. أستاذ، أكيد لا يخفى على أحد مجهودات اتحاد التجار الحرفيين، وأنت جئت للتوك من اجتماعات دائما متواصلة. ما هو برنامجكم المستقبلي من خلال هذه الاجتماعات؟ احنا مخاطبين في كل البرامج تاع الدوله، ولدينا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لديه برنامج خماسي يكون في المؤتمر، يسطر في المؤتمر ويثرى، يكون في اثراء كل سنه من خلال المجلس الوطني، وكذلك على مستوى الولايات نشارك في كل المعارض وكل الاستراتيجيات وكذلك الاقتراحات اللي نمدوها للدوله والحكومه بصفتنا شريك اساسي وضروري. من اهمها اننا في مثل هذه الازمات نجند التجار ونعبئهم باش ما يكونوش ضحيه او باش ما يشاركوش في مثل هذه الامور، وبالاضافه الى التحسيس والتوعيه والمرافقه والتوجيه، لان حتى التاجر ربما يحتاج توجيه بالاضافه الى التكوين وغيرها من الامور. وعندنا برامج مسطره في هذا الاطار عن طريق الاتفاقيات المبرمه مع وزاره التكوين المهني. يعني نحن نسعى الى تكوين التجار، لانه كما تعلم الكثير من التجار لما تروح تجيب سجل تجاري ما يطلبوش منك مستوى علمي، وبالتالي لما لا يكون في تكوين لفئه كبيره من التجار، من خلالها راح نحسن الاداء وكذلك ربما نساهم في الذهاب ومسارة الدولة في الرقمنة، لأن القطاع التجاري رقمنة القطاع التجاري مهم. أساسي وضروري ومهم جدا لرقمنة الاقتصاد الجزائري. شكرا لك الأستاذ عصام بدريسي على كل هذه التوضيحات، وأنت مدير الديوان والأمين الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على هذه المشاركة. نلقاك فرصة قادمة بحول الله، والوفرة موجودة والأسعار منخفضة. شكرا. الحمد لله. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية الجزء الأول من البلاد اليوم، فاصل ثم نواصل.